صباح النور، نورت الاوتيل. هو كان في حجز باسم يوسف صبري؟ لحظه واحده، تشيك. مظبوط يا فندم، اوضتين دبل. مظبوط. كويس قوي. طيب ممكن البطايق؟ ثانيه واحده. اتفضل. ميرسي. استاذ لذيذ، البطاقه دي ايه؟ مزورة. لا العفو يا فندم، انا ما اقصدش، انا اقصد بس ان هي مش موجود فيها متزوج، يعني انا عايز بطاقة عائلية. محتاجين نزور بطاقة عائلية. لا لا بص، فيها سمة الجواز اهي. مفيش مشكلة خالص. يا فندم بس هي دي بأساميكوا انتوا مش بأساميهم هما. ايوه هي لازم تبقى بأساميهم يعني ولا ايه؟ حضرتك بتكلميه بجد؟ بتتكلم بجد، هي تعرفك مش تهزر معاك؟ سوري، انا اسف جدا يا فندم، انا طبعا ما اقصدش. انا اقصد يعني ان انا محتاج ان زي ما مدام ساره البطاقه بتاعتها موجود فيها اسم حضرتك، فانا عايز مدام بومبا يبقى مدام سومبا، سوري، يبقى فيها اسم استاذ لذيذ. انسه. بالظبط يا فندم، كمان هي انسه فعلا، مكتوبه ان هي انسه زي مدام. قلت لك مزوره. بقول لك لو سمحت، هات البطايق كده. هات. اتفضل. اقعد انت بقى يوسف مع استاذ لذيذ، وانا هقعد مع مدام سومبا. انسه. مفيش مشكله يا فندم، خلاص دن. محمد مع الاساتذه. اجازه سعيد. ايه اللي انت عملتيها طينه انت ده؟ ايه زومبا ده؟ بفضي الشنط. زومبا امشي من وشي دلوقتي. حاضر. معلش يا حبيبتي بقى بيلميهم. طب بقول لك ايه؟ تحب بقى قبل ما ننزل نحط الذهب والمحافظ في الخزنه بتاعتي انا وزومبا، ولا خزنتك انت ولذيذ؟ ما ننزل؟ ما احنا هنروح البول وبعدين البحر. ايه البحر وبعدين البول؟ اللي انت عايزه على فكره مش فارق. ساره احنا متفقين من واحنا في البيت ان انت هتيجي تنزلي انت وزومبا وانا هروح اشوف شغلي، صح ولا لا؟ اهو انت اللي بتغيري كلامك اهو، عشان بعد كده لما اقول لك ان انا مش هاخدك معايا في حته ما تبقيش تقعدي تعيطي. اعيط؟ ليه؟ هو انا بشحت منك؟ طيب تمام يا حبيبي، برافو، خليك انت بقى في شغلك وانا هنزل لوحدي اتبسط انا وزومبا. هو انت يا بنتي غاويه نكد؟ انا بقول لك هاخد شاور واروح اشوف شغلي ولما اخلص هبقى اجي لك ونتبسط مع بعض. ايه ده؟ ربنا يهديكي. فالناس كلها دلوقتي بتخاف من الاوتيلات عشان النظافه والتعقيم اليومي، وما بيحبوش كمان حد يدخل اوضهم يمسك حاجتهم. فكده اللي حضرتك محتاجه ابلكيشن يتربط باجهزه التعقيم عشان النزلاء يقدروا يعقموا اوضهم من غير ما حد يدخلها. بالظبط كده. وكمان عايزين نتفق على اماكن اجهزه التحكم في الاوض، وننسق مع شركه التعقيم عشان نعرف هنحط الأجهزة فين في الأوضة بالظبط. طيب ممكن بس نشوف الأوض عشان نعرف هنربط الأبليكيشن بأجهزة التعقيم إزاي؟ طبعا تقدروا حضراتكم تشوفوها. قلة الذوق دي؟ ايه اللي بتعمليه ده؟ بعمل طبق سارة